نفيسة، ماذا فعلت يا سكينة؟ أنا في وجه الدرس. نفيسة، عندي مشكلة عن ما هو اشتهاء الرسول ما مقصوده وما دليل المشروعية وحكمه. أنا وجدت فيديو، هيا ننزل. ما مفهوم الاجتهاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أولا، الاجتهاد في لغة مأخوذ من الجهد بفتح الجيم وضمها، وهو الضاقة والمشقة. الاجتهاد في اصطلاحين ذكر الأصوليون تعريفات كثيرة للاجتهاد، أولا القاضي البيضاوي، والثانيا الغزالي، وأخيرا الحنفي. أولا القاضي البيضاوي، الاجتهاد هو الاستفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية. والثانيا الغزالي قال الاجتهاد هو بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشرعية. والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في طلب بحيث يحس في نفسه العجز عن مزيد الطلب. وأخيرا قال الحنفي الاجتهاد هو بذل الطاقة في من الفقيه في تحصيل حكم شرعي عقليا كان أما نقليا قطعيا كما أما ظنيا. هذا هو اختار الراجح وقال الحنفي. ثم ما مفهوم الاجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الاجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم هو هل كان للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الأمور الشرعية وخير الشرعية فيما لم ينزل فيه الوحي ويعمل برأيه فيما لا ناس رب العالمين؟ نقول اختلاف الأصوليين في جواز الاجتهاد للرسول عقلا وعدم جوازه على قولين، ومنها قول الأول هم جمهور الأصوليين، وقول الثاني هو الإمام ابن حزم. ثم دليل مشروعية الاجتهاد الرسول، سأذكر فيما يلي الأدلة على ذلك في مطالبين اثنين. أولا الأدلة النقلية، والثانيا الأدلة العقلية. ما هو الأدلة النقلية؟ ومنها من الكتاب الكريم أو القرآن الكريم والسنة النبوية. أولا من الكتاب الكريم قوله تعالى عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، في سورة التوبة الآية 34. ثم الآية القرآن وشاورهم في الأمر في سورة عمران الآية 159. ثم من السنة المطهرة حديث عائشة في بناء البيت، حيث قال لها عليه الصلاة والسلام ألم ترى أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصاروا على قواعد إبراهيم؟ فقالت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال لولا حدثنا قومك بالكفر لفعلت. ثم ما حكم الاجتهاد الرسول من حيث وصف الشرع له؟ أولا قال بعضهم إنه جائز في حقه وليس واجبا، وثانيا قال الآخرون إنه واجب عليه، ونقول ذلك عن الشافعي وغيرهم. وأخيرا قال وفصل الآخرون كالمواضيع إذ قال وواجب في حقوق الآدمين وجائز بحقوق الله تعالى، لأن الناس لا يصلون إلى حقوقهم إلا باجتهاد فلزمهم. فهمت الآن؟ نعم، ولكن عندي سؤال آخر عن كيفية اجتهاد الرسول. لا بأس، أنا وجدت الفيديو عن الأستاذة أنيس الذي تشرح أن هذا كيفية اجتهاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سأشرح لكم في مبحث ثاني يعني اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا نس فيه. في مطلب أول يعني سأواضح لكم عن الكيفية اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، كما عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجتهد إذا كان يوجد النص أو الوحي من الله سبحانه وتعالى، لأن الحكم هو واضح ولا يحتاج إلى اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه المشكلة تظهر حينما لا يوجد النص أو الوحي في ذلك الحكم وفي ذلك الوقت. وكيف الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد الحكم أو يقرر القانون؟ ويوجد اختلاف بين العلماء على اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قول الأول يعني من أبي علي وابنه أبي هشام قال: الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد فقط في أمور الدنيا والهروب ودون غيرها، ولا يجتهد في أحكام الشرعية، لأن الله سبحانه وتعالى سوف نزل الوحي ليبين الأحكام، ولا يحتاج إلى اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قول الثاني يعني من مذهب الحنفية قال: يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في أحكام الشرعية وغير الشرعية، ولكن بعد انتظار الوحي. وقال عبد العزيز البخاري: ذهب أكثر أصحابنا إلى قول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متعبدا بانتظار الوحي في حادثة ليس فيها وحي، فإن لم ينزل الوحي بعد انتظار كان ذلك دلالة بإذن الاجتهاد. ثم القول الثالث يعني قول من الجمهور، قالوا: يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في أمور الدنيا وأحكام الشرعية دون انتظار للوحي. إذا كان يوجد خطأ في اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى سوف يصحح ذلك الحكم. ويوجد قول الآخر أن يقتصر اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط في عملية القياس. معظم اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح، ولكن إذا كان يوجد خطأ في اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى سوف يصححه. ويرى علماء الحنفية أن اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحد أشكال الوحي، ويسمى أيضا الوحي العقلي. ويزعم معظم العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد مطلقا دون قيود في انتظار الوحي. هذا فقط من كيفية اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا نس فيه. الآن سأشرح لكم في مطلب ثاني عن منهج اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، علمنا أن المقصود اجتهاد هو وصول إلى الحكم الذي شرعه الله في الواقع، ويستخدم معظم المجتهد على أربعة وسائل للاجتهاد، وهي أولا يعني تعيين المراد من النص الظني بالاجتهاد، ثانيا يعني جمع بين الدليلين وترجيح بينهما عند التعارض، ثالثا النظر في تعليل النص بحيث يمكن أن يقاس الحكم الواقع الجديدة والتي ليس فيها النص على حكم الواقع منصوص عليها، ورابعا يعني إدخال الفروع تحت أصولها الأمة والجزئية تحت قواعدها الأمة. والآن هيا ننظر إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه أربعة وسائل. أولا يعني تعيين المراد من النص الظني بالاجتهاد، فهي ليست محلا لاجتهاده صلى الله عليه وسلم، لأن المراد من النصوص واضح له تمام الوضوء ولا تحتاج بالنسبة له إلى الاجتهاد. طيب، ثانيا يعني وبالنسبة للجمع بين الدليلين وترجيح بينهما عند التعارض، فهذا لا يصلح أن يكون محلا لاجتهاده صلى الله عليه وسلم، لأن التعارض مصطلح عليه لا يتحقق بالنسبة له.
إذن حقيقة هذا التعارض أنه يكون في النظر المجتهد بنسبة لقصوى فهمه وعدم إدراكه في كل الأمور. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلام، وهذا من شأنه لا يقع التعارض له، فلا يكون التعارض محلا لاجتهاده صلى الله عليه وسلم. ثالثا يعني وبنسبة للنظر في تعليل الناس لإلحاق مسكون أنه بمنصوص عليه لوجود معنى مشترك بينهما، فذلك هو القياس. والرسول صلى الله عليه وسلم متعبد بالقياس كأنه لأموم الأمر في قوله تعالى في سورة الحشر آيات الثانية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولأنه ولا شك أولى أولي الأبصار، فكان هذا هو محل الأول لاجتهاده صلى الله عليه وسلم. بل إدخال الفروع تحت وصولها الأمة والجزئيات تحت قواعدها الأمة، فهذا هو محل الثاني لاجتهاده صلى الله عليه وسلم. وقد خص الحنفية اجتهاده صلى الله عليه وسلم بالقياس فقط، فقال البخاري: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في أحكام وهو في حقه قياس فقط، ولم يكن اجتهاده صلى الله عليه وسلم في معرفات المنصوص، لأن المراد منها واضح عنده صلى الله عليه وسلم، وليس اجتهاد في معرفة المشترك والحقيقة والمجاز، لأن هذا لديه عنده صلى الله عليه وسلم، ولم يكن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لدفع التعارض عنده، وإنما الاجتهاد عنده صلى الله عليه وسلم إلحاق مسكوت بمنطق وهو القياس. وهذا فقط يعني موقف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه أربعة وسائل. هذا فقط مني، شكرا. الآن أنا فهمت، ولكن هل الرسول أخطأ في اجتهاده؟ اجتهاد النبي غريبا صواب، لأنه لا يحتلي بأدلة شريعة، وهو يعلم على كل شيء أحسن من الناس جميعا. ولكن اجتهاد النبي هناك حالين: الأول هو أقر الله على اجتهاده، والثاني يمكن أن نزل الله الوحي الذي يصحح هذا اجتهاد من النبي. ثم بعد نزل هذا الوحي ترك النبي اجتهاده واتبع بما قال الله في القرآن. نبي معصوم من أي خطأ، ولكن هذا خطأ من اجتهاده ليس خطيئا قبيحا أو شيء الذي يختلف عن الشريعة، لأن هذا خطأ فيه حكمة. حكمة هنا لتعليم الناس بأن النبي هو صادق في ما يبلغه ويرد قول المشركين أنه هذا القرآن جاء من قوله، قول النبي. ثم من يصح القرآن اجتهاد النبي، مثلا في أحوال الحروب النبي يجتهد مع صاحبه في غزوة البدر مثلا، جيش مسلمين استولى على 70 أسيرا فيهم عباس وهو أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعكي بن أبي طالب. الوحي لم ينزل بهذا الحديث، وقد قام النبي بمشاورة مع صاحبه. قام أبو بكر وأشار بأهل منهم فدية، لأن منهم قام وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عمر أشار أن يكون يقتلهم. بعض الصحابة يوافق مع قول أبو بكر، وبعض آخر يوافق مع عمر. الرسول يفكر ثم قال أنه يميل إلى رأي أبو بكر. ثم نزل الوحي، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسهن في الأرض، تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. الوحي نزل ويصحح اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ب
بأن الرأي عمر صواب فيؤيد الرأي عمر رضي الله عنه. أنا فهمت يا نفيسة، وأنا وجدت بعض الأمثلة من الكتب التي قرأت قبل قليل. فهمت يعني كما فهمت يجب علينا أن يفرق بين اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم على أمرين. الأمر الأول يعني اجتهاد الرسول بأمور دينية، والثاني اجتهاد الرسول بأمور يتعلق بالدنيوية، مثلا في الحرب الحربية والتجارب الدنيوية. الاجتهاد في أمور دينية يعني الاجتهاد في الأحكام العبادات والمعاملات والأنكهة وسائل العبادة التي وجدتها. ومن الأمثلة مثلا في الصلاة والطهارة والتيمم وغير ذلك. وأنا أتذكر بعض الأمثلة التي وجدت في الكتب التي قرأتها. الاجتهاد الرسول بأمور دينية، يعني هذا ليس يخطئ الرسول في اجتهاده، لأن كلها موجود في كتاب الله يعني القرآن. والمثال التي وجدت هناك في بعض الأحاديث، أولا حديث عن سعيد بن خدري عن صلاة مسافر. يسافر الرجلان ودخل وقت الصلاة، ثم لم يجدوا الماء في هذا الوقت، فتيمموا هذا الرجلان وصلى صلاته. ثم بعد تمام الصلاة وجد الماء، ثم الواحد منه يتوضأ ثم صلى مرة أخرى، وأما الرجل الآخر لم يتوضأ ولم أعيد صلاته. فقال رسول الله في هذه المسألة يقبل صلاتهما، يعني صلاة هذا الرجلان الذي صلى مرة أخرى فله أجران، وأما الرجل الذي لم أعيد صلاته يعني فله أجر. وفي مثال آخر يعني في حديث عبادة بن صامت عن الصلاة أيضا، يعني في حديث يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني يجب على المسلم عندما صلاة يقرأ الفاتحة، ومن لم يقرأ الفاتحة يعني لا تقبل صلاته، لأن الفاتحة ركن من أركان الإسلام، أي ركن من أركان الصلاة. بنيت. ومثال آخر يعني الحديث يتعلق بالأحكام الميراث، يعني في حديث يقول لا وارث للقاتل، يعني إذا قتل الشخص وليس له حق للوارث. في حديث عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شيء، يعني لا إذا مثلا في هذا الحديث يعني إذا قتل الشخص أبوه ليس له حق في ميراث. الآن فهمنا. نعم، شكرا نفيسة على معلوماتك. لا شكرا على واجب يا سكينة.